وما سألت عنه مما يسمى بهذا الحجر الذي يقال أسرار الحجر الغريب الذي يقال إنه حجر غريب وله أسرار غريبة، سمعت به فيما مضى سماعا فقط، لكن رأيت مؤخرا المقطع الذي فيه هذا الحجر المسمى بالحجر الغريب. والحديث هنا ليس المقصود ما في هذا المقطع فحسب، لا، بل في كل من أتى بحجر أو جماد وزعم أن له أسرارا غريبة، وهذا بوابة إلى الشرك بالله عز وجل والتعلق بالأحجار. فإن الأحجار ولو أتت على صورة مثلا كما يقال صورة جبل أو صورة عضو من أعضاء البدن أو ما شابه ذلك فإنه لا مزية له. فقد يأتي إنسان بحجر آخر ويشابه أشياء أخرى مخلوقة ويقول هذا حجر له أسراره الغريبة. سبحان الله، لا يجوز أن يعلق الناس بحجر أو بأحجار أو بجمادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على سد أبواب الشرك بالله عز وجل، ونحن في غنية، هذا حجر مخلوقات الله عز وجل أو هذا جماد. الله جل وعلا أمرنا بماذا؟ أن نتفكر في السماوات وفي الأرض التي هي أعظم من هذا الحجر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، وقال بعد ذلك والأرض مددناها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم قال والله إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لا أعرفه الآن. هناك أعظم من هذه العبرة والعظة أن يسلم حجر؟ ومع ذلك أتعلق الصحابة أو علقوا غيرهم بهذه الأحجار؟ لا. عند الطبراني وغيره من حديث أبي ذر أن هناك أحجارا وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يده فسبحنا، وفي بعض الروايات كنا 9 حصيات أو 7 حصيات على رواية الشك، ووضعها في يد أبي بكر هذه الحصى فسبحنا، ووضعها في يد عمر فسبحنا، ووضعها في يد عثمان فسبحنا، والحديث صحيح. ومع ذلك أتعلق الصحابة أو علقوا غيرهم بهذه الأحجار؟ لا. بل موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يغتسل عريانا ووضع ثيابه على الحجر وذهب الحجر بثيابه، ما هناك أعظم من أن ينطلق حجر بالثياب؟ أعظم من هذا الحجر الذي يقال له أسرار ويروج له وأنه وصل بالملايين سواء بيع أو لم يبع. كل هذا مما يخل بالعقيدة ويدخل الناس في التعلق بهذه الجمادات. ومع ذلك لما انطلق وتبعه موسى قال ثوبي حجر ثوبي حجر، فأدركه، أله مزية؟ لا، بل ضربه موسى حتى بان أثر الضرب في الحجر، مما يدل على أن هذه الأحجار لا منزلة لها ولا قدر ولا قيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن للحجر الأسود فضائل، عند الترمذي نزل من الجنة، وأنه كما جاء في حديث ابن عباس عند ابن ماجة وغيره أنه يوم القيامة الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. ومع ذلك ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف عنده كما في الصحيحين؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. ورحم الله ابن القيم كما قال في إغاثة اللهفان لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على سد أبواب الشرك ووسائله. كيف؟ قال لما وجدوا دانيال وهو نبي كما عند ابن إسحاق حفروا بالليل 13 قبرا في تستر ودفنوه بالليل حتى لا يعرف ما هو قبره. أما أن يأتي من يأتي ويعلق الناس بهذه الأحجار ثم ماذا؟ ربما تأتي في يوم من الأيام بحجر آخر و
وتقول هذا الحجر على شكل كذا وكذا، سواء كان هذا الحجر الذي في هذا المقطع أو أي جماد أتى به هذا الشخص الذي يتحدث عن عظمة هذا الحجر أو أتى به شخص آخر، الكل واحد، والله المستعان. ويقولون في هذا الزمن العقيدة عرفناها، عرفتموها وأنتم تقعون في مثل هذه الطوام، بل تدخلون عوام الناس في هذه الطوام.